من غير الممكن أن تكون في سلام إن كان لا يزال في داخلك مقاومات، توترات وخوف. كيف يمكن أن يكون هناك سلام على الأرض إن كانت في داخلك ثورة؟ يقول سايما. أصدقاء الحقيقة، نستقبل في عدد اليوم من حصة حتى لا ننسى السيدة بوزيد، والتي ستحدثنا عن عمر ابنها المفقود الذي أوقف من قبل مصالح الأمن خلال تسعينيات القرن الماضي. صباح الخير خالتي فاطمة. صباح الخير نال. واش راكي لاباس؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر. خالتي فاطمة، اليوم نسقسيك على وليدك عمر. شحال كان في عمره؟ في عمره 25 سنة، 13 جوية 96. راح يخدم، غادي غندا كان لحد جاونا اللي يخدموا معاه، قالوا لي ما تقلقوش على عمر. عمر داوى، يداوى على السكري في الكازان بني مسوس، على سمنة يرجعوه. من لقعت قعدت سمانة ما هنانيش قلبي، رحت للسبيطار وين يخدم، سقسيتهم قلت لهم شوف شوف واش كاين الحاله كيفاش عمر، قلت له على سمانة اني سنيت سمانة مازال ما جاش، دوك انا مقلقة عليه. واش من سبيطار يخدم فيه؟ من سبيطار كليرفال، دكتور معوش محنة اخرى. اللي قال لك داوه العسكري داوي عسكري في سبيطار ما يوليلكش على سمانة؟ هادو صحابو، هذا ديريكتور تاع سبيطار، شكونو؟ صحابو اللي جاو ناخذوهم من ديك على 8 جاو، بعدا اللي خدم معاهم في الليل قال لي عيطوا لي للدار وخرج وليدي كي ولا راح لعندهم، قال لهم ما تقلقش على عمر، على سمانة داوى سبيطار بني مسوس يداوى السكري. من بعد وليدي كي عاود ولا للدار ما قاليش، ما حبش يقول لي، كنا مجدين روحنا نروحوا للسبيطار لباباه. اكسيدون ضربت طوموبيل اورجونس رحنا للسبيطار. الاكسيدون تاع باباه جا من بعد ولا من قبل؟ هذه السبت جات الاكسيدون تاع باباه اللي داوى عمر، لخاطر كي داوى دينا للسبيطار مصطفى باباه هو كان خدام، ما كديناه النهار كامل هو يحوس لومبيناس، ما كانش بلاصه لباباه سبيطار مصطفى سبيطار مايو، ما كانش بلاصه حتى لحد 11 تاع الليل. هذاك الوقت كان كوبرفو، ما ولينا ديناه للدار، قالوا لي ديوه للدار. هذاك النهار نشاف ياك اليوم بلي اثنين ان شاء الله كيجينا الخير، بلي اثنين 10:30 تاع الليل ديناه للدار. كي وصلنا للحومه باش نروحوا للدار، ما قال لي يا يما قال لي انا ندي لعندي، قلت له عمر وليدي واش دير له انت في السبيطار؟ قال لي وانت واش دير له في الدار؟ قال له من 10 تاع الصباح ما كلا والو، المهم ندير له قرعه تاع السيروم. قلت له شوف عمر وليدي ما هنانيش خاطري غير تدي باباك، انا ما خاطري شويه تزعزع، كان كبر فو ديجا. ديناه كما كان الحال، ديناه كي وصلنا للسبيطار هو طلع بالميري يجيب لك الشريطه باش يطلع باباه. قال لي يا يما قال لي لا جا واحد سقساك، قال لي قولوا له الاكسيدون، جا واحد طلع الشيخ على الطوموبيل. قال لي الحاجه واش بيه الشيخ؟ قلت له وليدي درب الطوموبيل، انا بعثنا لسبيطار مصطفى بعثونا لهنا جابوه لهنا، قلت له غدوه ان شاء الله نديوه للسبيطار. هذه هي الحكايه تاع عمر. هذاك النهار مر ما داوه ديبوزيتو بلانت عند لابوليس ولا عند الجدرميه، واش قالوا لكم من بعد؟ دوك عمر كي داوه ما داوش هذاك النهار، قعد 5 ايام باباه ضرب الطوموبيل 8 جويين، هو داوه 13 جويين، قعد 5 ايام مع باباه، بات الليله في سبيطار مصطفى، خلاوه بات، هادو من داك ولا لخدمته. ما يطولوش لابوليس هذيك الليله اللي جاب فيها باباه، ما حققوش معاه، ما باتوا له كونفوكاسيون دار جدرميه ولا؟ ما باتوا له والو، هو بات مع باباه، قلت له من داك راح خدام، ما قالوا له والو. من بعد في النهار يجري في النهار ولا جا قال يما قال حبطوا بابا في الطوموبيل، قال لي وانايا نجيب لومبيلانس نجيب بابا لومبيلانس، انت وخويا حبطوا لسبيطار مصطفى، حبطنا لسبيطار مصطفى، هو جاب لومبيلانس تاعهم ديجا وانا وخوه حبطنا في الطوموبيل تاعنا. ومن بعد جاو لابوليس موراه، كي جاو لابوليس موراه بعد كانت بنتي تما معايا نفسها مسكينه خلعت، شفت حكي شفت قال لي يما قالت جابنا لابوليس، وعلاش تبعونا لابوليس؟ قلت له يا بنتي بالك يحقوا على باباك، يعني ما يحوسوا على عمر، بالك يحقوا للصح راح مع باباه للسبيطار ولا وين راح. مر ما داو عمر رحتوا ديبوزيتو بلانت عند الجدرميه وعند لابوليس، الجواب تاعهم كيفاش كان؟ ما رحتش للجدرميه تاع البيار، رحت نحوس في الكوميساريات برك، رحت للجدرميه تاع البيار قالوا لي الحاجه وعلى ما جيتيش لينا قباله، قال لي هذا ولاد الحومه تاعنا لو كان جيتي لينا قباله. ولاد الحومه هما اللي رفدوه لابوليس اللي داوه؟ لا
عارف دوه في السبيطار، راحوا ليه في السبيطار 10 ونص تاع الليل، كوبر فوس مانا هذاك العام، راحوا على 10 ونص تاع الليل، كي راحوا حوسوا شكون دق دقوا في الباب البورتي الاول، قالوا شكون، قالوا فتحوا الباب نجب لكم واحد اورجونس، دخلوا بلومبيناس، دخلوا بالطوموبيلات سيفيل، كي دخلوا البانكينغ تاع السبيطار ثاني عاودوا دخلوا للبرومير، هما كي طلعوا للبرومير قالوا شكون انتم، قالوا حلوا الباب حنا سيكيورتي المينيتير بني مسوس، هما قالوا واش تسحقوا، قالوا سحقوا واحد، عيط لعمر هذاك العساس اللي في الباب، عيط قال عمر، قال انا حوسوا عليك جابوا لكم واحد اورجونس، هما قال طل هكذا طل في البلغ هذاك تاع السبيطار طل في الكونوار، قال نعم خويا واش تسحق، قالوا ما سحقوا والو سحقوك انت، احبط كلش طابليه بكرعه تاع السيروم في يدو بالبلغه حاشا كلش كما يروح يدخل للبلوك، وكان مع الطبيب بروفيسور بوغربال. هادو صحابهم اللي حكاو لكم كيف صرات؟ نعم هما اللي حكاو لنا نحوس عليه، ما ذكرت التصبيطه قالوا لي هكذا، حكاو لي كامل واش كتبوا في الورقه، هما يحكوا انا يكتب واحد يكتب لي في الورقه، هذاك الورقه راني نديها معايا في الاخر برا، ما طوي راح السمان هذوك، ما قال لي الا حبيتي تشوفي وليدك روحي لكازانا بني نسوس، رحت لكازانا بني نسوس، كي رحت لكازانا بني نسوس ولا قال لي واحد السكري في الباب هكذا اللي يعزف في البورتال الكبير، قال لي الحاج واش تحقيق كنت جيت نشوف وليدي، قال لي دخلي، دخلت قيس الساعة هكذاك، دخلت قعدت لقيت الرجال قاعدين هكذا وثان سيكيورتي، أنا في هذاك الوقت ما نعرفهمش ما نخرجش ما على بالي بوالو، قاعدين هكذا وأنا قاعد هكذا وماشي بيا هكذا، سمعت رصاص، كي سمعت رصاص سمعت، قال لي واحد يا الحاجة ما تخافيش، قال لي الكازان يدربوا فيها، نطقت ليه قلت له سمح لي وليدي، قلت له جيت نشوف وليدي، واقيلا هذاك اللي ضايق قال لي شوفي وليدك، هو راح طول واقيلا نساني شوية برك جا، كي جا ليا قال لي الحاجة شكون قال وليدك هو هنا، قلت له وليدي الشاف سيرفيس والديريكتور، قال لي عطاولك التسريح، قلت له ما عطاولي والو، قال لي مالا روحي ولي ليهم اللي بعثوك لهنا، روحي ولي ليهم يعطيولك التسريح، وليت وطلعت رولي مشراقة. اسمحي لي خدي فاطمة، اللي يعطي لك التسريح ديريكتور تاع لا سيكوريتي؟ اها انا رحت للسبيطار على خاطر السبيطار اللي بعثوني. السبيطار هما اللي لازم يعطوك التسريح باش تدخلي الكازيرنا تروحي تشوفي وليدك، هكذا قالوا لك في بني مسوس؟ هكذا قالوا لي وليدي في بني مسوس، هكذا قالوا لي بني مسوس اللي قالوا لي روح اللي بعثوك لهنا روح ليهم يعطيولك التسريح باش تشوفي وليدك. كي وليت للسبيطار طلعت البروميير تاع جويني نخدم وليدي، بعد سقسيت الشاب سيرفيس قال لي الحاج ما تقلقيش روحك، قال لي كلش سهل، قال لي ما تقلقيش روحك، اكتب لي الورقه عندي تشوف بصح كي مانيش قاريه ما على باليش واش حط فيها، ودا لها الكاشي قال لي حبت عند ديريكتور يزيد لك، كي حبت عند ديريكتور ثاني قرا واش في الورقه وزاد يكتب يكتب وزاد حط الاخر تاع الكاشي تاعو، قال لي روحي عطاها لي روحت، انا دوك هذاك الوقت لو كان فقت كيما دوك ندير له فوتوكوبي، انا ما درتش خاطر ما نخرجش لاريات ما نعرفوهمش، لاري ما نعرفوش نسميه كامل لاري، رحت ديت الورقة هذيك ورحت، كي وصلت سقساني قال لي جبتي تسريح الحاجة هذاك هو بدات هذاك اللي حل لي الباب اللي قال لي اللي هدر معايا، قال لي جبتي تسريح، قلت له جبت، عطيته له قراه حتى كمل كمل قراه ما على باليش واش فيه كامل قراه، دار له هكذا كالمصة تاع الدخان تعرف كي دير الكارو هكذاك، طول حياتي ما نساش كيفاش دخلها في جيبو هك، كي دخلها في جيبو قال لي روحي على 15 يوم ولي، انا ما نعرفش نحسب، نحسب كيما قال واحد باليامات في المثال الخميس الخميس 8 ايام والخميس 15 هذا هو درت الحساب، قعدت 15 يوم ما رحت، كي رحت ليه لقاني الباب قال لي واش جيتي الحاجه تشوفي، قلت له واش كاين واش كاين، حكيت له كيما كان قال لي ما جيتي ما شفناك ما عطينا لك ما والو ما قلنا لك ما تعرفين ما نعرفوك، قعد قسم راك تسقسي فيا نتايا، وين قعد وهو راح ولا جاب لي الكواط تاعو، كي جاب لي الكواط تاعو بعد الكواط نتا ما شفتهمش ما جاوتهمش الكواط تاعو، كنا نمشي بيهم الكواط تاعو. حبيتي تقولي هذاك اللي قبلك المره الاولى نكر باللي شافك ونكر باللي عطيتي له الورقه اللي جبتيها من السبيطار، وفوق هذا دخل داخل جاب لك الكواط تاع وليدك وعطاهم لك، تسمى هذا دليل باللي كان داخل عندهم. هذا هو هكذا كي عطاهم لي، كي جا من بعد عطى لي هذوك الكواط، قلت له هذا الكواط واش يديروا هنايا؟ قال لي جا واحد صاحبه يحوس عليه، قال لي احنا ما نعرفش السيد كيفاش عامل على عمر يعني، قال لي ما نعرفوش محسوب كيفاش عامل، ما نعرف لا سمو لا شاج الكواط تاعو لا والو، قال لي ما نعرفوش، قالوا ما كي جاو الكواغط قالوا لي قال لي حولك السيد اللي ديتو، ها هذا كي عطاهم لي ديتهم للدار ورحت، من هذاك النهار بدنا نحوس، روح للجدرميه روح للبوليس روح للجدرميه روح للبوليس روح للسبيطار روح لكل بلاصه ما خلاني يعني حتى بلاصه، حتى الحمله كي جات الحمله وانا رحت نحوس على وليدي في الاخر في
في لابوينت الا كاش واحد ما تبان. من هذاك النهار انا مازالنا هكذا نحوسوا. هذه هي عاودتي وليتي عندهم الكازرنة تاع بني مسوس. وليت شحال من خطرة؟ وليت جوج خطرات. الخطرة الأخرى هي حوزوني قالوا لي بالك زيدي تعاودي تجي لهنا مراش نعاقبوك. شحال عندها هذه؟ عندها تقول بالك واحد 15 يوم هذاك هذاك العام ديجا هذاك العام هذاك الشهر كامل ما حبستش. مدام بوزي داك الوقت مر ما داوه مر الجري تاعك مر ما داو عمر بالك درتي كتبتي براوه الوكيل الجمهوريه داك الوقت لدار الجدرميه ولا لابوليس واش كان رد تاعهم اسكو رجعوا لك؟ كتبنا كنا نكتبوا كتبوا قال الوزاره قال الوزاره تاعنا كاع من المحكمه حتى الجدرميه لابوليس اللي تكلف البلاد الاخر رئيس الحكومه بوتفليقه البريه تاع بوتفليقه مازال لا عندي هذوك الوقت نكتبوا 8 ولا 9 براوات ونبعثوهم البرية الخرانية هذه بعثوها لي كي بعثتها كي شدوها جابها لي للجستيس قال انت تحبسي على التحقيق. رحت كي رحت ما كانش شكون يروح معايا غدوة من داك الصباح كي رحت راح وليد وليدي معايا ونسيبي للشاتو ناف من 8 حتى 12 ونص وانا في البحث. اما لا قالوا لي الغدوة تزيدي تكملي في بوزريعه. انا ذاك النهار عييت يعني الحق عييت بصح درت كوراج قلت نكمل اليوم خير من 8 حتى 12 ونص وانا في شاتو نف من 2 ونص حتى 5 ونص وانا في بوزريعه. ومن بعد كي رحنا لبوزريعه عيطوا لهم عيطوا لهم تما في شاتو نف قالوا لهم هذاك الحاجه ما حبش تجي الغدوه لا تقدروا تكملوا معها اليوم التحقيق. ومن بعد ديت نسيبي شاتو نف دخل نسيبي وليدي دخلوا معايا الوزارة ما حبوش يدخلوا دخلت وحدي من الزوج حتى الأربعة وانا في البحث كيفاش كيفاش هكذا كيفاش قلت لهم انا كتشرعي في الدولة قلت لهم شرعي في الدولة حق دوك نحوس الحقيقة الى ميت قبلتها الى حي قبلت حبيت نعرف برك وليدي كيف واش صرا فيه الى ميت لا اله الا محمد رسول الله كيما كيما الناس الى حي معليش في الحبس ما عليش المهم على بالي برك نضرب وين راح هكذا هو يهضر وانا يعطيني السؤال وانا نجاوب يعطيني السؤال وانا نجاوب قال لي واش راك تشري الدوله قلت له نشري في الدوله على خاطر وليدي دا الدوله. قال لي كيفاش على بالك الدوله ديتو قلت له هانيك ها واش عطاو لي في السبيطار وزيد وليدي خدم في السبيطار تاع الدوله يخدم في السبيطار تاع التربية يخدم في السبيطار تاع الدولة. قلت له شرع الدولة قلت له انا وليدي ما نقدرش نواسي قال لي والله ما درتيش ارهابي كيما خاطري واحدة ديجا قلت له محال قلت له من الكلمة تاعي 96 دات الدولة دات الدولة الكلمة تاعي 2010 انا ما نبدلش الكلمة تاعي وليدي دات الدولة دات الدولة قال لي ما تخافيش قلت له واش نخاف ندخلك الحبس قلت له ما نخافش قلت له الخوف من الله قلت له على خاطر اللي يهدر الحق ما يخافش خاطر انا الهضره تاعي وين تروحوا الجدرميه لا بوليس المحكمه الكلمه تاعي وحده ما بديتش الكلمه من هذه جات وليدي دات الدوله دات الدوله ومن قعدت هكذاك شويه قيس جاب لي قرعه ما قاليش شرب قلت ما شربش معلوقه القرعه معلوقه سعيده قلت له ما شربش قال ما نشربش قال لي شرب شو اللي غاش نقول في موكا ونشف قلت له ما واش نشف قلت له كيما نشف في معومه ناخذ بخليه نشف معليش الحمد لله عطاني ربي العقل راني واقفه قعد معايا كده واحد نص ساعة هو سكت وأنا سكتة. من بعد جاء واحد ما نعرفش هضر بالرومية فهمت شوية وما فهمت اللي ما قراش يعني فهمت شوية بصح ما نقدرش نجاوب فهمت برك اللي قال له حبطها لتحت يعني بالرومية هكذاك حبط للآن ما على باليش إلا الدرجة ولا زوج ولا ثلاثة للآن بدو مشعولة هكذا وتصور دايرين كامل هكذا في الحيط صايرين دايرين بصح هذوك التصاور تقول ما تعرفي العرسة تاع الجامع كي تدخل الجامع خي كاين هكذا في الوسط من الفوق حتى لتحت هكذا تصاور تصاور ماشي متصور تصاور كيما هادو كي شغل راس سكولات راس سكولات غير العظم غير العظم والسنان هكذا يبانو
انا وليدي لو كان يعني في هذاك الوقت فقط ما خلاتش، لو كان بالك عقلته خاطر عنده السن هنايا كحله ما حهاش تاع لابورتاج قعد السنان هكذاك تاع الناس العباد الله يرحمهم على كل حال. من بعد كي شفتك لما ما شفت والو، تعرف انت كي تجيب الحاجه خفيفه هكذا ضباب على عيني، ضباب على عيني قريب تحت حتى شبني الدوخ هذيك كي شفتهم هكذا كي شفت هذوك الاخر كان ضغط العقل الحاجه ما تخافيش. سكت هو سكت وانا سكت قصه ربع ساعه وطلعت هكذا ما طلعش. كي طلعت من بعد قال لي سيبي واش شافني خلاص وجهي ما عندك ما تشوف فيا هكذا نترجمه وجهي الصفر. ما قال لي والله غير سمعتهم يهضروا قال لي بصح كنا اللي قلبي قال لي دنيت. قال قلت وشوف هاوليك انا ما تخافوش مني ها وين نخدم سيكوريتي تاني هو قالوا ما كان حنا حبطوهاش خير قال ما جاوبنيش. ما هذاك النهار يا وليدي قالت تزيدي تكتبي البراوات قلت ما زيدش نكتب البراوات خلاص كي نكتب البراوات في الحقيقه شوف نطلب الحقيقه تاع وليدي هذا نولي في الخلعه ولا نموت هنايا مازال يسحقوني الاخرين من هذاك العام ما نكتبش. اختي فاطمه واش الحاجه اللي راكي شافيتها بزاف على عمر؟ واش تشفي عليه هكذا كي تقادي بينك وبين روحك؟ واش راكي شافي على عمر؟ واش تشفي عليه؟ انا شافيه من نهار اللي ولدتو. من نهار اللي ولدتو للان مازال راني شافيه على كل سيرتو، كيفاش عملها سيرتو كيفاش عملها كيما قلب واحد الصوايف الصوايف نتاعو كلش. جا من نسيت حاجه فيه الحاجه اللي كنتي تحبيها فيه بزاف وتشفي عليها حتى الدور كي تفكريها. كي نفكروا يا وليدي الحاجه اللي يحبها ياكلها ما نديرهاش بلاصتو حتى واحد ما يرقد فيها. انا ما نقدرش نرقد فيها غير وليد خوه اللي يرقد فيها هذاك البلاصتو ما نقدرش. القجر تاعو وين يدير الكوارتو مفتحه من عندي هذاك القجر عزيز عليا هذاك القجر وين نروح ندير فاتح معايا شحال نختار طلبت كواطي باش نروح للبلاد نطلب كواط نبعث للدراري يقولوا يجيبوا لي هكذا هكذا حتى يكسروه ولا يحوسوا المفتاح عند الناس ما عنديش لا ما نخليهم المفتاح تاع القجر طلبت كواطو ما كانش كواطو فلاس كواطو نحيتهم كان لي تاع القرايه تاعو كان عنده ديبلوم تاع الاخر واسمه الاستيزيل خليت هذاك الديبلوم برك هذاك اللي خليت اللي كتبت ديتهم قاعد بلا اختو كان يقرا وكذا ميتسان ديتهم لهم اللي يحب الكتاب من عند عمر مديته لهم اللي يسحق الكتاب تاع القرايه مديته لهم. صحابو مازالوا يسقسيو عليه؟ يجيو يسقسيو عليه كي يجيو يسقسيو عيطوا له في التليفون نروح اليوم للسبيطار ثاني نروح اليوم للسبيطار ما خليتهمش يجيو لربي كي نروح لهم يجيو لربي كان نلقى عمر بيناتهم حق كي نسى كي رجال بعدا واحد خو ما دارش هكذاك معاه قال لي الحاجة غندي سمانة برك ملي رحت ليه كيما جيت قبل ما نروح للبلاد كي رحت ليه قال لي مرحبا بك واش تستحقي قلت له ما سحق والو قلت له كي نشوفك انت نشوف عمر بدا يبكي قال لي حتى المرا تاعي دارت صويرتو بورطاب تاعو قال لي المرا تاعي قالت له علاش درت انا هذا الراجل في البورطاب تاعك نحيه قال لي قلت له هذا ما نحيش حتى نموت انا انا حبيت نحيه هذا واقيلا بابا اللي ولدني ما داليش كيما هو لا الحق لا بلاصتو الناس ما شاف سيرفيس ولا ديريكتور ولا الخدامين ولا كي نروح ليهم الله نجيب لربي كان نشوف عمر الله كي نروح ليهم نجيب لربي نشوف عمر يقولوا له مرحبا بك اي وقت الوقت اللي جيتي الباب مفتوح روح تقصري معانا روح تقعدي معانا. قضية هذه تاع الاختفاءات القسرية اللي داتهم الدولة في سنوات التسعينات مست بزاف ناس في الجزائر خاصة في الجزائر العاصمة. بالك انت خالتي فاطمة حسيتي بلي هذه القضية قاستك غير انت بصح من بعد فقتي بلي كاين عائلات واحد اخرين قاستهم المحنة هذه كيف حتىو تلاقيتي بهم كيف حتىو درتوا هذه الجمعية من بعد؟ كنت وليدي كنت نروح وحدي وليدي ما كنتش نشدو تدي في يدي صغير 3 شهور كنت ندي في يدي نروح وحدي وين نروح هذاك واش نعرف نروح لابوليس تاع البيار نروح الجدرمية تاع البيار نروح لحقوق الانسان ذاك الوقت نقول لحقوق الانسان مع الاخر نقول له الحقوق البطل. تلقى مع العجايز كنت نلقى مع العجايز كنت نروح هذاك الوقت نروح بالحد برك
نسقسي ونروح هكا كي ندخلوا نسقسي ونتلاقى مع الناس ساعه نلقى مره ساعه نلقى ثلاثه ساعه نلقى اربعه كل نهار كيفاه. نجبدوا الهضره هكذا نتحكوا بيناتنا صبنا هذاك القصه قصتنا كامل. من هذاك النهار من هذاك العام واش نقول من هذاك العام تكوننا وين تلاقاو نروحوا الحراش نروحوا لويزا حنون نروحوا لابوكات نروحوا يعني درنا الجمعيات بزاف درنا النساء مشينا تلاقينا تكوننا ربي تحكاو هكذا نروحوا نتلاقاو الجمعيات بزاف كل وحده واش تحكي شكون دا وليدها وقتاش الدواء واش ملها من نهار واش من الساعه شكون داه نتحكاو حتى درنا هاد الجمعيه الحمد لله يا ربي تلاقينا مع المؤمنين بعد لفافاس لفافاس عاوننا بزاف. جوستومون لفافاس كيف حتى وين ولا صديق تاع الجمعيه تاعكم كيف حتى ولا صديق تاع اولياء المفقودين كي ولاو الناس كامل يعرفوا القضيه تاعكم كيفاش كان التعامل تاع لفافاس؟ يعاون على خاطر ما كانش شكون معنا ما كانش شكون يساندنا كانت الويزه حنون معاه محسوب يعني ما كانش شكون يساندنا غير هو هذاك الوقت غير هو اللي يساندنا. بعد كنا في الطرقه برك كنا في الطرقه ولينا كشغل طلبه كل واحده وين تشري كاسكروت كاين نهار ما ناكلوش كاع كيتبعونا لابوليس ويسيو علينا نعيا وما ناكلوش غير نهربوا برك نهربوا برك. واحد الوقت من بعد عطانا البيرو تاعو عطانا البيرو تاعو لفافاس نجمعو تما. كنت العمل حقوق البطل نطلعوا ابي الفوق نسيت هذاك لاري واسمو وين البيرو تاعو نطلعوا نروحوا تما نجمعوا عطاونا عطيه حتى الخير وعلى كل حال حتى الخير ما كاش الناس كيف حالهم من بعد ربي عطانا كي نقلوا واحد السبه هذه الناس الحمد لله دارتنا البيرو وين نجمعوا نجمعوا هنايا نجمعوا في البيرو تاعنا شحال من البيروات اللي كاينين دوك حنا واحد اربعه ولا خمسه كل بلاصه كاينه البيرو الحمد لله على كل حال فافاس ساعدتنا الحق ساعدتنا عاونتنا ولات حتى الاخر حتى الرابطه ما تمد لنا هذاك الوقت ميم الاخر ثاني الكشافة ثاني عاوننا بزاف ثاني عاوننا بليزافير تاع الدراري عاوننا باللبسه عاوننا بكلش حتى هذيك الحمله اللي جات تاع باب الواد وتاع زنزله كامل كشافة ثاني عاوننا بالبزاف عاوننا بالبزاف الحق. من 99 حتى اليوم بوتفليقة كي جاء على رأس الدولة الجزائرية دار مجموعة قوانين تمنع أي إجراءات ضد رجال الدولة سماهم هو رجال الدولة اللي كانت عندهم يد في الجرائم اللي صراو بالك إذا سميناها جرائم صراو في التسعينات من قضايا اختطاف وغيرها وقال لك أنت ردي وفرض على حبي فرض على أولياء المفقودين يشدوا دراهم مقابل الصمت تاعهم ويحبسوا أي متابعة قضائية لدرجه الدولة. واش رأيك خالتي فاطمة؟ أنا رأيي هذاك الوقت بوتفليقة كي دار هذاك القانون أنا ما قبلتوش على كل حال ما قبلتش على هذاك الرأي على خاطر ما درناش كما قال واحد لو كان درنا في النهار كي داروا هذاك واسمو لو كان دخلنا حنا بالك نوافقوا. أنا هذاك الوقت قعدت عامين على اللي عطى لي بوتفليقة هذاك نجمع الدراهم يعطيونا الدراهم أنا ما قبلتوش هذاك الوقت ما قبلتوش. عامين من بعد يجي وليدي في الملام يجيني في الملام ثلاث أيام يجيني في الملام يقول لي يما ما تسمحيش الدم تاعي خلي الدم تاعي ما تسمحيش فيه خلي الدم تاعي ما يجيش عند بوتفليقة ولا يجي عند واحد اخر هذا الملامة ثلاث ايام لو كان جيبك وليدي لهنا يحكي لك كيفاش صرات لك ثلاث ايام يوقف لك الملامة خلي الدم تاعي درهم تاعي حلال وخدمتي الشهرية تاعي ديري على الشهرية تاعي تعبت في القناة ما ساعدنيش هذا بيت في القناة دخل كل شغل يحيي للناس يسكت الناس باش يهدن الحالة باش ما يبينش
هادو اللي داروا الاختطاف يحب يسترهم، حنا للآن ما نسترهمش على خاطر دارهم يسترهم تاع الدولة. الحق ماشي في يدو على كل حاجة، هما اللي يتبعوا هما اللي يقولوا له واش يدير. قلت فليقة لو كان خلاوه يدير لو كان لها الحالة وصلت لهذا الشيء وما لا يمشي واحد. أعزائنا المستمعات والمستمعين، بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد من حصة حتى لا ننسى، والتي خصصناها لتذكير للمفقود بوزيد عمر. وعلى أمل الالتقاء بكم في عدد آخر، تقبلوا تحيات الفريق العامل في إذاعة من لا صوت لهم. تجرح قلبي ما شفت عيالي.